أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة عن أحكام الصيام وفضائله، نظراً لقرب هذا الشهر الكريم، فلم يبقى عليه إلا أيام معدودة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يغفر لنا في هذا الشهر الكريم. وهذا الشهر الكريم فرضه الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد فرض على أمة محمد في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الله عز وجل فرض الصيام لأجل التقوى، وهذه التقوى هي مراقبة الله عز وجل وفعل المأمورات وترك المحظورات، وهذا الصيام مما يعين على ذلك. ولذلك شرع هذا الصيام للأمم السابقة كما سمعتم في الآية: كما كتب على الذين من قبلكم، لكنه يختلف في زمانه وفي مكانه. أما أمة محمد فقد شرع لها هذا الشهر المبارك، يصومون في العام مرة واحدة، وهو هذا الشهر، وجعله الله عز وجل سبباً لكثير من الخيرات والبركات ومغفرة الذنوب، ولهذا المؤمنون يفرحون بهذا الشهر ويبشر بعضهم به بعضا، ويهيئون بيوتهم وذراريهم لمعرفة فضائل هذا الشهر الكريم الذي جعله الله عز وجل محطة وتكفير لتكفير السيئات، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة للسيئات إذا اجتنبت الكبائر. وانتبهوا لهذا القيد: مكفرة للسيئات إذا اجتنبت الكبائر، فإن الكبائر شأنها خطير، أجارنا الله وإياكم منها. والكبائر هي التي توعد الله عز وجل عليها بالنار أو بغضب من الله، أو شرع لها حداً من الحدود، أو تبرر الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعلها، أو لعن صلى الله عليه وسلم فاعلها. فهذه الكبائر لا بد من توبة نصوح،
ولهذا مما يستعد به المسلم الموفق أن يفتش في نفسه وأن ينظر هل هو على عمل مما ذكر أنه من الكبائر، فإذا كان عنده شيء من ذلك فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح أن يندم على ما حصل منه وأن يعزم عزماً أكيداً أنه لا يرجع إليها بعد رمضان، لا بد أن يندم على ما سبق وأن يعزم عزيمة أكيدة أنه لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى، وإن كان فيه شيء من حقوق الناس فليجتهد في تحلل أصحاب الحقوق حتى يأتي رمضان وهو قد تهيأ لمغفرة الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب. فأي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ من صام رمضان إيماناً واحتساباً، ومعنى إيماناً يعني مصدق بهذه الفريضة العظيمة ومحتسب الأجر عند الله عز وجل وممتلي قلبه بالرجاء من الله عز وجل، وهي فريضة عظيمة، فهي ركن من أركان الإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فصوم رمضان مبنى عظيم من مباني الإسلام الخمسة، ولذلك لا ينبغي بل لا يحل لمسلم أن يفرط في هذا الركن العظيم، فإن من فرط فيه عامداً متعمداً فإنه على خطر عظيم، أجرنا الله وإياكم من ذلك، فإنه على خطر عظيم. أما إن كان لا يؤمن بوجوبه والعياذ بالله فهذا لا شك أنه مرتد عن الإسلام، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذا كان لا يؤمن بوجوب صيام رمضان فهذا مرتد، لكثرة الآيات والأحاديث وإجماع المسلمين على أن هذا فريضة محكمة من الله سبحانه وتعالى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو أكيد على المسلمين لا بد من صيامه. وهذا الصيام الذي يصومه العبد ويرجو من الله ثوابه ويرجو من الله أن يكفر ذنوبه هو ما اجتمعت فيه شروط، من هذه الشروط الإخلاص لله عز وجل، أن يصوم هذا العمل إخلاصاً لله عز وجل مبتغياً ثوابه، يصومه تعبداً وتقرباً لله عز وجل، وأن يكون على وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينظر في السنن وينظر في أمر هذا الصيام وأحكام هذا الصيام حتى لا يقع فيه خلل، ويتفقه في أحكام هذا الصيام ويفقه أهل بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد به الله خيراً يفقهه في الدين. يتفقه، لأن بعض الناس قد يغفل عن المفطرات، ولعلنا نقدم الحديث عن المفطرات التي تفسد الصيام أو المفسدات للصوم، فإنها في غاية الأهمية أن يدركها الإنسان. وهذه المفسدات للصيام منها الأكل، لأن الصيام هو الإمساك عما أباحه الله عز وجل للعبد تعبداً لله وتقرباً، ولا شك أن لله بذلك حكمة،
ولهذا تكلم بعض أهل العلم في استنباط هذه الحكم من هذا الصيام العظيم. أما أن فيه حكمة فهذا قطعا، لأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. أما حجم هذه الحكمة وكثرتها فالناس يدركون بعضها وقد لا يدركون بعضها. فمن هذه الحكم هو كسر الشهوة، أن يكسر الإنسان شهوته لله عز وجل. ومنها أنه يضيق مجاري الشيطان، فإن كثرة الطعام والشراب باستمرار تكون مدعاة للشهوة، فإذا صام العبد فإن هذا يضيق مجاري الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا تجد أن الصائمين يكونون من وفقه الله منهم أبعد الناس عن الوقوع في المعاصي. ومنها أن الصائم أيضا يتذكر حال الفقراء الذين لا يجدون الطعام والشراب في أوقات كثيرة، فيرق قلبه لهم ويتصدق عليهم ويشكر الله على نعمه التي أنعمها عليه. فلذلك يمتنع العبد عن الطعام والشراب، لا يأكل ولا يشرب في حال صيامه الذي يصومه. والصيام كما تعلمون يبدأ من طلوع الفجر الثاني الذي يسميه بعض الناس الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا فترة الصيام من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ففي هذه الفترة يلتزم أنه لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يدخل إلى جوفه حتى ولو عن طريق الأنف. ولهذا نهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يتسرب الماء إلى جوف الإنسان، يعني لا يدخل جوفه شيئا من الطعام ولا من الشراب، ولا يدخل جوفه شيئا، لا يدخل في بدنه شيء مما يكون فيه معنى الطعام والشراب، مثل الأبر المغذية، فإن فيه أبر مغذية تكفي عن الطعام والشراب فلا يحقنها في الوريد، لأنه بهذا يكون كأنه أكل أو شرب. فهذه من مفسدات الطعام، فمن تعمد من مفسدات الصيام، فمن تعمد أن يأكل طعاما أو يشرب شرابا فإنه يفسد عليه الصوم. أما لو نسي وشرب ولا أكل نسيانا فإن الله عز وجل تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان، فإذا تذكر فإنه يتم صومه وليس عليه بذلك شيء. ومما يفسد الصوم الجماع، أن يجامع الرجل زوجته، فهذا من المفسدات الكبار، فمن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، وعليه أن يكفر كفارة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد الرقبة ولا يجد قيمة الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه بنصف ساعة، نصف صاع وزنه 1.5 كيلو، نصف صاع من طعام أغلب قوت البلد فإنه يكون 1.5 كيلو، فيطعم 60 مسكينا. ومما يلحق بذلك إخراج المني، كأن يستمني بيده أو يتعمد إخراج المني بأي وسيلة، فإن هذا يفسد عليه صيامه
وعليه أن يقضي هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة لأنه ليس مثل الجماع، إخراج المني. ومثل ذلك أن يتعمد إخراج الطعام من بطنه يستقي، الذي يستقي كان يدخل يده في جوفه فيستقي، فإن من تعمد أن يخرج الطعام من جوفه فإن صومه يفسد عليه. أما لو لم يتعمد وذرعه القي، يعني جاءه مفاجي بغتة، فهذا لا شيء عليه لأنه لا يملك ذلك وليس له اختيار في ذلك. ويلحق بهذا إخراج الدم من الجسد، إذا أخرج دما كثيرا بالفصد أو بالحجامة فإن هذا يفسد صومه، بخلاف الدم القليل الذي مثل دم التحليل ونحو ذلك فهذا لا يفسد صيامه إذا كان الدم قليل، تحليل يؤخذ من الإصبع أو نحو ذلك. أما لو سحب دما كثيرا من الوريد أو فصد نفسه أو احتجم فإنه يفسد صيامه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فعلى الإنسان أن يبتعد عن هذه المفسدات لصومه، وأن يحرص على صومه وأن يحافظ عليه. وهذه هي المفسدات الحسية المادية، وعليه أن يحذر من ما يؤثر على صومه من المسائل المعنوية، وهي الوقوع في المعاصي والوقوع في المنكرات ونحو ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الصيام هو شرع للتقوى وتنمية التقوى في النفس. أما أن يستمر في قول الزور وفي قول الإثم وفي سفك الدم الحرام ونحو ذلك فهذا خطر عظيم على صيامه، لا بد أن يبتعد عن ذلك. وهذا الصنف من الناس هو الذين جاء الأثر بأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فلا بد حتى ولو تعدى عليه أحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو سابه شخص أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يذكره بهذه الفريضة العظيمة، هذا إذا كان مسلم. أما إن كان كافر وجهاد في سبيل الله فهذا يزيد الأجر أجرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه حصلت غزوة بدر في رمضان، ضربوا هام المشركين وهم في رمضان، لأن هذا مما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وحصلت الفتح، فتح مكة حصل في رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان. بل وغزوات المسلمين الكبار كثير منها في رمضان، فإن موقعة حطين التي كسر فيها شوكة الصليبية وفتح فيها بيت المقدس كانت في رمضان، وموقعة عين جالوت التي هزم فيها التتار كانت في رمضان. فانظروا كيف جهاد المسلمين في رمضان. وكثير من المسلمين اليوم رمضان عندهم موسم للنوم والكسل، موسم للنوم والكسل، هذا في النهار، وأما في الليل فإنهم على المسلسلات الهابطة والتمثيليات الساقطة وما أشبه ذلك مما ينشط بها الفسقة، وأكثر ما يبثونها في رمضان، يشغلهم الشيطان لهذا. وهذا لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة
وأقفلت أبواب النيران وصفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين، فإنها المراد به مردة الشياطين، مردة الشياطين فإنها مصفدة، وأنهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون عليه في غير رمضان. أما أنه لا يحصل معاصي في رمضان فهذا لا يتعارض مع الأحاديث، فإنه يحصل لكنها ليست كغيرها، ليس رمضان كغيره من الشهور. فإن الله عز وجل يفتح فيه أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة، وتغلق أبواب النيران وتسلسل الشياطين، المرد منهم وتسلسل الشياطين. أما ما ينشر من الخنا والفجور في كثير من القنوات في هذا الشهر بزعم أنهم يسلون الناس في رمضان، فهذا من أخبث المسالك، وهو إشغال للناس عن قراءة القرآن. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يجتهد في العمل أكثر من أي وقت آخر، ويأتيه جبريل في كل رمضان ويدارسه القرآن ويعرضه عليه، حتى كان في السنة الأخيرة الذي مات فيها فإنه عرض عليه القرآن مرتين. وإذا كان رمضان هو للقيام وليس للجلوس على المسلسلات وما شاكل ذلك، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب. فهو وقت للقيام، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولم يجمع الصحابة على إمام واحد لأنه خشي أن يفرض عليهم، لكن المسلمين استمروا على القيام الذي قد شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع المسلمين في المسجد النبوي على إمام واحد ليستمعوا القراءة ويصلون صلاة التراويح. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليل. فلا يفوتنا هذا الفضل أيها الإخوة، استمر مع إمامك حتى ينصرف، استمر مع إمامك حتى ينصرف. وبعض من الناس ربما يعني يجتهد اجتهادات، إذا زادت عدد الركعات على 11، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 في قيامه أو 13، وهذا ليس لا يدل على أن الآخر باطل، لأن فيه حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت من طلوع الفجر فتوتر بركعة، هذا عام. فأنت تصلي إن وجدت إمام يصلي 11 ويطيلها ويحسنها فصلي، وإن لم تجد فلا تفارق إمامك حتى يكمل صلاته، حتى يحصل لك قيام ليلة. من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهي فرصة عظيمة، ولله عز وجل في كل يوم عتقاء من النار في هذا الشهر الكريم، في كل يوم له عتقاء وله دعوة مستجابة، الصائم له دعوة مستجابة، المسافر والوالدين والصائم له دعوة مستجابة. ولهذا ليحرص المسلم على أن يدعو الله عز وجل خاصة عند الإفطار، لعل الله عز وجل أن يوفقه إلى دعوة مستجابة. فهذا شهر الدعاء وشهر البركات وشهر الخيرات وشهر الصدقات، وأن تحرص على أن تفطر الصائمين، فإن من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً.
ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وهو في رمضان، أجود من الريح المرسلة. قال حين يدارسه جبريل القرآن: فإن هذه المدارسة وتصفية الروح وتصفية القلب لها تأثير في الطاعات وفي إكثار الطاعات. لعلنا نكتفي في هذا المجلس بما سمعتم، ونفتح المجال إذا كان فيه أسئلة تتعلق بالصيام وأحكامه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.